السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاث ثقة. خوتي كما راكم تشوفوا اليوم جبنا لكم لو سالون فيتو بألوان جد وجد جميلة خوتنا. دوك قبل ما نبدأ لكم في الشرح تاع هذا الفيديو خوتنا، ابوني معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل الجديد. هذا لو سالون دائما نقول لكم ونعود لكم راهو اوريجينال. دوك نشرحوا لكم بياس بار بياس على بركة الله. نبداو بالطروا بلاص تاعو خوتنا، كيما راكم تشوفوا الطروا بلاص تاعو بزاف بزاف شابه، الشكل تاعو والهيكل تاعو ماشي ما تعودين عليه خوتنا. شوفوا الله يبارك لي بيرون في الفيرفورشي، حاجه ما شاء الله خوتنا. الصالون تاعنا راه مخدوم بسباتي وبالروسول، والقعده تاعو راهي في الديترونت هذا كامل باش نوفر لكم قعده جميله جدا خوتنا. لا فينيسيون افون اريير حاجه من نوع الرافع. ننتقلوا للامبلاس تاعو، الامبلاس تاعو خوتي فيها قاعده رويال كيما راكم تشوفوا، حاجه ما شاء الله. امبلاس فخمه كبيره عريضه طري طري بيان فيني لي بي كيما قلت لكم في الفيرفورجي سور لو كوتي. شوفوا لا كودوار تاعو كيفاش بيان فيني افون اريير، لا فينيسيون دائما افون اريير. لا كولور راه تاعو في السيلفر حاجه من نوع الرافع، لا كولور طوندونس خاوتنا يعني في الكري كلير في الفضي خاوتنا، بزاف بزاف شابه اللي نالت اعجاب بزاف من المتتبعين خاوتنا والناس اللي استفادوا من هذا لو صالون قالوا تبارك الله. شوف الله يبارك الخدمه تاعو بزاف شابه. خليكم مع شويه لي كولور اللي جبناه لكم في هذا لو صالون. شوفوا الله يبارك لا كولور هذه القرفي خاوتي، نتحداكم لي كولور اللي راح تشوفوهم راح تصيبهم غير في محل اثاث ثقه، بزياده بالاضافه الى انكم تقدروا تطلبوا لا كولور اللي تحبوها خوتنا. اثاث ثقه دائما تقولها لكم وتعاودها لكم باللي في اي صالون يعجبكم تقدروا تطلبوا لا كولور اللي تعجبكم. شوفوا الله يبارك هاد لا كولور راهي رايحه في الذهبي خوتنا، شوفوا الله يبارك شحال شابه، حاجه ما شاء الله حاجه من نوع الرفيع خوتنا. ان شاء الله يكون نال اعجابكم هاد لو صالون، ماذا بيا تخلوا لنا دي كومونتير، ماذا بيا كل واحد يقول لنا واش من لا كولور اللي عجبته في هذا لو صالون اللي تحت اسم فيتو، واللي السعر تاعو راهو ب 16 مليون 800 واصل حتى للدار خاوتنا. هذا لو صالون راه اوريجينال، دائما نقول لكم حذاري من التقليد. كنتم مع اثاث ثقه والاخ عبد الرزاق خاوتنا، نتمنى نتلاقاو في فيديو واحد اخر، ابقوا او في الصفحه. انا شبقى نقول لكم سلام.